السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو اللي فات شرحنا ازاي ارسم الأعمدة والكاميرات والشير وول والريتينينج وولز والبلاطات. المرة دي إن شاء الله عايزين نفنش كده ونكمل الموديلنج بتاعنا لحد إيه ما نخلصه بإذن الله. كان فاضل لنا من المرة اللي فاتت في الدور بتاع البيزمنت روف، فاضل لي الرام، بلاطة الرام، وكان في هنا في شافت اوبننج هنشوفه مع بعض بيتعمل ازاي. تعالوا الاول كده بينا نعمل البلاطه بتاعه الرام. هاجي كده على البيزمنت روف واجي كده اقول له انا عايز فلور، وهاجي كده مثلا هعمل له بلاطه نسميها مثلا رام، هنقولها مثلا 20 سنتي موجودة عندي، تمام. هاجي اختارها، ماشي، ويأديها لعشرين سنتي. اوكي، واجي كده اروح اختار من اول هنا لحد عندي هنا، وبعدين هاجي اقول له السلاب ارو بتاعي من هنا لهنا. السلاب ارو ده عشان اشوف الميل بتاعي بتاع الايه البلاطه الرام، اختاره. وخلي بالك السلاب ارو ده ليه هنا ديل وليه هنا الهيد الراس بتاعته، فانا الديل بتاعه ماسك من بيزمنت اللي هو منسوب الفاونديشن ليفل لحد هنا اللي هو منسوب البيزمنت روف، لان العربيات بتمشي وبتعدي وبتنزل للبيزمنت. فانا هاجي اقول له كده هنا انا عايز هايت توتال، عندي التل بتاعي هيبقى بيزمنت مش عايز اوفست ليه، وهقول له انا عايز لحد بيزمنت روف، وبعدين هقول له اوكي. بيقول لي الهايلايت فلور هيحصل اوفرلاب، اقول له لا وهشيل له ده. وبعدين هاجي كده على الثري دي ابص الاقي البلاطه بتاعتي بالشكل ده، تمام. بس خلي بالك البلاطه ديت يعني انا لو جبت هنا الاناليتيكال موديل البلاطه دي المفروض تتشال كده، متشاله كده على الكاميرا ديت بس، فانا ممكن اعمل لها عمود هنا، انا ممكن اجيب عمود هنا ارسم عمود هنا بحيث ان هو يبقى الكاميرا ديت اقصر الاسبان بتاع البيمز دي. فانا هاجي كده مثلا من بيسمنت واروح اقول له انا عايز كولوم، هعمل له كولوم 30 في 30 زي ما انتم شايفين كده، اعرفه عمود، وبعدين هاجي ارسمه هنا، واجي كده اخده بالالاين من هنا لهنا. المفترض هرجع تاني كنترول زد، امسك العمود ده من السنتر واجيبه في السنتر، تمام. اشوف العمود الاول ده واخد من البيزمنت لحد بيزمنت روف، تمام. اوكي كده لو انا جيت في ال 3D وجبت الاناليتيكال موديل بتاعي اهو هلاقي العمود اهو، تمام. ممكن مثلا اشوف بلاطة الرام دي، ممكن مثلا اخد العمود ده واسنتره هنا واجي اشوف الاهي، تمام اهي، تمام كده زي الفل، مفيش اي مشكلة خالص، تمام. هرجع كده على ال 3D وشوف لوحات الاوتوكاد بتاعتي. انا محتاج ان انا اعمل شافت اوبننج بقى في البيزمنت روف، فانا هعمل ايه؟ اجي كده واجي على البيزمنت روف واقول له انا عايز الانسرت لينك كاد، ويجيب لي اللوحة بتاعتي، واقول له انا عايز البيزمنت روف، اقول له هنا سنتر تو سنتر، تمام. وهقول له جيب لي بلاك اند وايت الميتر كارنت فيو، اقول له اوبن، هاجي اقول له من هنا الاين
اللاين، اللاين ده مع ده وده مع ده. اوكي، وامسكها، امسك الفايل ده وقول له اوبن. بعدين تعالى كده نرسم الشافت اوبننج من استراكشر. هتقول له شافت، قول له انا عايز ريكتانجولر بالشكل ده. طبعا الشافت ده هيبقى واخد من منسوب البيزمنت، مش عايز دي اوفست لحد البيزمنت رقم اللي هو الروف. اوكي، واقول له فينش. يعني انا ممكن مثلا امسك الشافت اوبننج ده مره تانية اقول له سكتش، ممكن اعمل له سيمبل عشان اميزه الشكل ده، ممكن اعمله زي المعماري ما هو عامل الشكل ده اهو. قوله فينش. ولو جبت ال 3D دي شكل الفتحة بتاعتي. اوكي تمام كده. انا محتاج ان انا لو جيت في الاوتوكاد كده محتاج اطلع لبيزمنت او ليفل. انا لو جيت في الاليفيجن اطلع دور لحد ليفل 1 ستوري 1 هيك كده، اختار دول كلهم اقول له فلتر. انا مش عايز الليفل ولا عايز ال، خلينا نسيب الوول دلوقتي عشان ما يغلطش الريتيلينج وول. واجي اقول له هو الفين الجريد الروف، هاجي كده على ال 3D. واحنا كنا واقفين هنا وعاملين صح تمام. هاجي على Elevation علم عليه وسيلكت تشيك، شيل ده وده يقول قول له اوكي، قول له ده انا عايز اطلع لحد ستوري 1 فهقول له كابي. اختار له، ممكن اقول له align to pick ده. عمل مشكلة، طب ممكن أرجع تاني أعلم تاني. أقول له كابي وأقول له مثلا selected لحد story 1. عنده مشكلة، هنرجع تاني كده. شدول وقوله كابي لحد ال selected level roof. اوكي إيه كده فاضل لي 3D كده، عايز اجيب ال، خد مشكلة معايا، خد ال، انا ممكن اعلم عليهم كلهم واقول له تشيك اول الول دي، اعمل لي ديليت ليها. و هروح اجيب الكور اعلم عليه كده، سيلكت عليه بيس على كنترول. اوكي بعدين اقول له كابي حد ايه الروف كده تمام. اوكي ما طلعش معايا اصلا. هرجع تاني أقول له كابي ستوري 1
طالعة معايا بالشكل ده. تمام. طبعا البلاطة اللي فوق دي ما فيهاش البلاطة بتاعت الرام اصلا، هشيلها. وطبعا دي هتتقفل، يعني هاجي على الستوري رقم 1، اختار البلاطة واقول له ايه الباوندري، واشيل له ده واشيل له ده واشيل له ده، وهقول له فينش. بيقول لي would you like create floor level attach؟ لأ، هقول له تمام كده زي الفل. عمل لي كل حاجة كده زي ما أنا عايز. نلاحظ إن العمود ده ملوش لازمة، العمود ده بوست أصلا شايل بس الرام، فأنا هشيله أهو. تمام، هعمل سيف. فاضل لي كده انا هطلع كده للمنسوب ليفل اللي هو رقم 2. انا جيت بصيت كده ليفل 1 خلاص، وليفل 2 هو في الاكستنشن اللي بره ده. الاكستنشن ده لو جينا بصينا عليه كده هو 420 كتير جدا، ان ده هيبقى كابولي اصلا طاير ماسك معايا لحد بيسمنت رقم 4، ستوري رقم 4. ماشي، فهاجي كده أقول له تعالى علمني على دول، أشيل الجريد والليفل، أقول له أوكي، أقول له كوبي، أروح للستوري رقم 2. ماشي، نفس المشكلة مش عارف ليه. هشيل الجريد والليفل وأقول لي ستوري 1. ماشي، هروح على ستوري رقم 2 ده، وهعلم على البلاطة مش عارف أمسكها، فأنا ممكن أعلم على كله كده، أقول له فلتر جيب لي البلاطة بس. هنقول لي باوندري ليها، واعمل لي الاين حاد الخط ده، واقول له فينش. لا، ما تعملش اتاتش كده. اوكي، كده انا هطلع بده لحد ليفل كام؟ حد ليفل 4، ستوري 4. نعلم عليه ده كده. وهقول له كوبي. هنا في ستوري كام؟ 3 و4. اوكي، تمام جدا. الستوري رقم 4 ده، هرجع بقى اجي كده على الستوري ده. البلاطة دي هتكون، يعني انا لو جيت هنا مش عامل لها ردود، انا بس عندي فقط ال فين ال 3D. انا عندي 1 2 3، فانا هاجي على ستوري رقم 4 واقول له edit boundary، واعمل لي align وارجع لي الردود ده زي ما كان، واقول له finish، واقول له لا ما تعملش attach 3D. احنا رحنا المفروض الخمسة. طب ارجع تاني، مش كده اروح على ستوري رقم 5، اعلم عليها. اقول له finish،
واجي كده على ال تمام. طيب ستوري رقم 5 كده، لو انا جيت هنا هلاقي بص كده في بقى ايه، يعني تعالى كده ناخد الستوري رقم 5 ده الاقيه في اللوحات بتاعتنا. ممكن اعمل ايه يعني، تعالى كده في هنا واجي على ستوري رقم 5 واجي اقول له انسرت. مش هلاقيه اصلا. طيب ممكن اعمل ايه، ممكن اجي كده على الاوتوكاد اقول له دبليو بلوك دبليو بي انتر، اقول له سيلكت اللوحة دي، اقول له انتر، اقول له عايزها هنا في المتر، واقول له حطها لي في لوحاتي دي، هسميها مثلا ليفل او ستوري 5، اقول له اوكي، واجي هنا اقول له لينك جيبها لي هنا. اوكي. هاجي بقى اعمل موديفاي والاين ده مع ده وده مع ده. اقول له بن، هاجي هنا هختار الرسمة بتاعتي واقول لها هنا درو لير، خليها هنا فور جراوند علشان تبان معايا. تمام. هاجي امسك كده البلاطة بتاعتي دي واقول لها edit boundary، وهاجي كده ارسم او ممكن اقول له بيك لاين على طول اسهل يعني، هنا الحدود بتاعتي بالشكل ده. تمام. وممكن اعمل print step ده مع ده وده مع ده وده مع ده وده مع ده. اوكي شيل ده بقى. كده تمام، اقول له فينش. بلس طبعا ان الاعمدة دي كلها، الجزء ده كله من الاعمدة والكاميرات وده. اقول له ديليت مش موجود، والكاميرا دي هعوضها لحد الحدود دي كده. العمود ده اصلا مش موجود. اوكي لو جيت كده في ال 3D وجيت كده له تمام مظبوط جدا يعني. كده عملنا يعني، انا ممكن ادخل بقى اقول له فيفي واقول له شيل لي بقى ايه ده تاني فيفي فول. اتاكد بس ان هو عمل كل حاجه، عمل كل حاجه ماشي. هاجي كده في ال east أو ال north وأبدأ أختار الجزء اللي فوق ده كله، أشيل الجريد والليفل وده معايا لحد منسوب 15 فبي
احنا تاني كده واقفين عند ستوري 5. هقول له كبير مين؟ اقول له من 5 ل 15. اوكي طبعا هو هياخد شوية وقت على بال طبعا ما يعمل ريبليكيت للأدوار، بس مش هياخد كتير يعني. ماشي، ممكن دور الروف الأخير ده خليه وهنعدل عليه. أوكي كده لو جيت في ال 3D. أوكي كده أنا لو جيت في لوحات الأوتوكاد. أوكي وده الدور الأخير اللي هو الروف. أتأكد برضو أهم حاجة، أنا بالنسبة لي الأناليتيكال موديل ده أهم حاجة بالنسبة لي. في مشكلة يبقى كده احنا بنضيع وقتنا مع بعض. تمام ايه، هاجي كده على روف وهاجي اقول له insert link، جيب لي بقى اللي هو الروف. اوكي وهو موجود اصلا. ماشي اقول له في بي. هقول له من هنا فورجيت، انا عندي ادي الحدود بتاعتي اللي هي دي، وبالتالي البلاطة همسك البلاطة اعمل لها ايديت باوندري. انا ممكن اصلا يعني اشيل البلاطه اصلا خالص، ممكن اشيل البلاطه دي. طبعا الاعمده دي والاعمده دي كلها ملهاش اي لازمه. الكاميرا دي برضو ملهاش لازمه، ولا الاعمده دي ولا دول. انا عندي ده هي الحدود بتاعه البلاطه بتاعتي، فانا هاجي اقول له كده structure floor وديك لاين وامشي على الحدود بتاعه تمام. اقول له trim extend أتأكد إن كل حاجة تمام وسليمة. ماشي هقول له أوكي. لأ أنا ما عندي في الكور هنا ما عنديش الجزء ده، فهشيله دي. ألاحظ برضو إن أنا لو جيت هنا مفيش اصلا شافت اوبننج، انا ممكن اظبطه سيبه دلوقتي. انا عندي بس الفتحه بتاعه الكور ولا الباوندري، فتحه الكور كده بالشكل ده. لو جيت كده في 3D الاقي ان انا عندي الشافت اوبننج، أقول له أنا دلوقتي موجود في 15. هقول له مثلا انزل تحت بيز اوفست
ماينس مثلا 1.5، أي رقم بحيث إن هو ينزل تحت. طب ثواني كده، ممكن أنا لو جيت كده هختاره تاني وأرجع مرة تانية، المفروض دوت التوب أوفست أخليه بزيرو. وممكن مثلا انزل بيه تحت الحاجة تحت بالشكل ده. لو جيت في ال 3D تاني انا عندي مشكلة تقريبا في، طيب انا لو جيت كده انا عندي اصلا الدور اللي هو الجست، الدور الأخير ده كان 3 متر 60، البلاطة دي المفروض الأعمدة دي كلها مفيش هنا 60 سم أصلا، العمود ده كمان كاميرا مفيش، ده مش عارف مفيش ده برضو. ستار تقول ايه وده برضو مش عارف، هو عامل ستاند فوق 60، مفيش مشكلة يعني زي ما قلنا برضو التعديل ما عندناش مشكلة فيه. ده زيرو، ده برضه هنخليه بزيرو. نيجي بقى كده لل 3D كده، لو جبت الأوتوكاد هلاقي إن هو تقريبا السطح بتاع الموجود ده فوق كده مقفول، مفهوش مش مفتوح كده. أنا ممكن أجي كده على الروف أختارها، لا إيديت باوندري أشيل ده أشيل ده كله فينش. اوكي بالشكل ده كده زي الفل كده تمام جدا. ادي الموديل بتاعي، مخدش وقت معايا، موضوع بسيط زي ما قلنا، اهم حاجة الاناليتيكال موديل يكون كويس ومظبوط وما فيهوش اي مشكله، عشان لو في مشكله طبعا هتسمع معانا في الميدلينك بشكل كبير جدا. نلاحظ ان انا الاعمده بتاعتي والكاميرات في اتصال ما بينهم وعليهم البلاطه. تمام شكرا.